صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قرار رقم 39 لسنة 2017 بتعيين مدراء في وزارة التربية والتعليم جاء فيه يعين في وزارة التربية والتعليم كل من السيد حمد راشد سعد العميري مديرا لإدارة الموارد والتجهيزات السيدة خلود خالد مصباح الكعبي مديرا لإدارة الخدمات السيدة وداد مبارك محمد الصليطي مديرا لإدارة التدريب والتطوير المهني الدكتورة فاطمة أحمد أحمد البعينين مديرا لإدارة المناهج الدكتور عصام عبد الله محمد عبد الله مديرا لإدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات